Masal khair, good evening. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Bonsoir Hanan. Ayouha al-hudour al-karim, mouchahidi al-kiram, hawahid, salamu alaikum, ou marhaba bikoum, masal khair Hicham. Masal khair. C'est avec un réel plaisir que je continue d'être votre maître de cérémonie, sublimement accompagné, comme vous le voyez, de Hanan Fadeli. Alors, nous sommes maintenant à la moitié du festival. En tant qu'acteur et bien sûr cinéphile, je suis comblé par la programmation et par les découvertes que j'ai pu faire dans cette 7e édition. نعم هشام بفضل المهرجان الدولي للفيلم بمراكش وكيف لاحظ الجميع صبحات ساحة تجمع الفنا جزء لا يتجزأ من فضاءات الاحتفالات الشعبية الكبيرة التي يعيشها المهرجان. Et le cœur du festival ce soir c'est ici au Palais des Congrès de Marrakech. Bien sûr, grande surprise qui nous attend, Hanan. بالطبع من تقاليد المهرجان الدولي للفيلم بمراكش تكريم الدول الكبرى في المجال السينمائي. On se souvient de l'hommage au cinéma marocain lors de l'édition de 2004. Une importante délégation, en effet, espagnole qui avait été accueillie ici à Marrakech. سنة 2006 كانت على شرف السينما الإيطالية بحضور العديد من الممثلين مخرجين ومنتجين إيطاليين هنا بقصر المؤتمرات التكريم اللي غادي نعيشه ونحتفلوا به هذه الليلة هو في الحقيقة تكريم واحتفال بمئوية السينما المصرية 100 سنة من الإبداع 100 سنة عقبال مليون سنة لدولة نتجات العديد من النجوم والرموز لشرفات العالم العربي. C'est en effet en 1907 que le premier documentaire a été tourné en Égypte. C'est aussi la première nation du monde arabe à s'intéresser au cinéma. Mesdames et messieurs, pour fêter les 100 ans du cinéma égyptien, je vous prie d'accueillir monsieur le directeur du centre cinématographique égyptien, مدير المركز القومي للسينما علي ابو شادي. مساء الخير وكل 100 سنة وانتم طيبين. السيد خالد الناصري وزير الاتصال، السيدة ثريا جبران وزيرة الثقافة، فنانات وفنانو السينما المصرية والعربية، الحضور الكريم. الليلة وهنا على أرض المملكة المغربية الشقيقة نحتفل معا بمئوية واحدة من أقدم سينمات العالم، السينما المصرية. في 28 ديسمبر 1895 وفي باريس تم أول عرض سينمائي في العالم، وبعد 11 شهراً وفي الخامس من نوفمبر 1896 تم أول عرض سينمائي في مصر. بعد 11 عاماً تقريباً وفي 20 من يونيو سنة 1907 تم عرض أول فيلم مصري إنتاجاً وتصويراً وإخراجاً، وهو الفيلم التسجيلي القصير زيارة الخديوي لمسجد سيدي أبي العباس. لقد ظلت السينما المصرية منذ بداياتها رافداً أساسياً من روافد الثقافة الوطنية وعنصراً فاعلاً في تدعيم أواصر الوحدة بين الشعوب العربية وعاملاً مؤثراً في دعم قوى المقاومة ضد الاستعمار خاصة الفرنسي الذي كان يريد تحويل المغرب العربي كله إلى قطعة من فرنسا. كانت صورة الفنان المصري العربي على الشاشة مدعاة فخر للمواطن المغربي الذي يرى لأول مرة شخصاً عربياً لا فرنسياً على الشاشة ويسمع لغته العربية لا لغة المستعمر، مما جعله يشعر بالزهو ويستشعر المساواة. ولعل أكبر دليل على تأثير السينما المصرية العربية القادمة من مصر على شعبها في المغرب، وذلك في رأي بعض مؤرخ السينما في المغرب، أن سمي نادي الوداد الرياضي بذلك الاسم تيمناً بفيلم وداد
للفنانة العظيمة أم كلثوم. الصديقات والأصدقاء، إلى مؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش ورئيسها سمو الأمير مولاي رشيد، كل الشكر لتنظيم هذه الاحتفالية الرائعة بمئوية السينما المصرية، وإلى الزملاء الأعزاء بالمركز السينمائي المغربي والمركز القومي للسينما في مصر الذين سهروا على الإعداد لها بكل الحماس والإحساس بالمسؤولية، ولا عجب فهي أكبر احتفالية عربية بالمئوية. تحية وشكرا لوزارة الاتصال المغربية ووزيرها السيد الأستاذ خالد النصري، وإلى وزارة الثقافة ووزيرتها الفنانة الكبيرة ترايا جبران، وإلى الغائب الحاضر عن المكان الحاضر معنا الفنان فاروق حسني وزير الثقافة في مصر، وكل 100 سنة وانتم طيبين وشكرا. Ne résistons pas au plaisir de voir ces images mythiques en hommage aux 100 ans du cinéma égyptien. قد قامت بضرب الأهداف الهامة للعدو على الساحل الشمالي لسيناء وأصابتها إصابات مباشرة. الله أكبر الله أكبر. القاهرة. باختصار هيعاد تشكيلك من جديد في حياة جديدة بشخصية فاسدة مختلفة تماماً عن شخصيتك الحالية، وهندفع بيك لأرض الخوف باسم حركي هترسلنا بيه. آدم نعيماً أبو دبورة، عارف لو جبت سيرة الاسم ده تاني على لسانك هقتلك. قوم اتنين ولسه ما عاد، لازم أستنظر. ده أول يوم ليا في داره، وإن كان ليا معاهم على الليل حكاوي ابتدت من سنين، ابتدت لكن تنتهي امتى وايه حتكون النهاية؟ انا يا حبيبي حامل في شهرين. ايه؟ الله يخرب بيتك وبيت اهلك. هو انا ناقصك؟ انا مش متفق معاكي. هي دي حاجات فيها اتفاق؟ دي ارادة ربنا؟ حد يقدر يقول لي ارادة ربنا كان فيه اتفاق؟ هي كلمة ملهاش اخت، لازم تنزلي من بطنك، ما يلزمنيش. امشي نجرب اعمل لك كوبايه شاي. ادي اللي انت فالح فيه، تشخط وتنطر فيا، انما قدام مراتك تخاف وتكش. ما تعصبنيش على الصبح. هو ربنا مش هيريحني من مشاكلك انت واختك على الصبح يا سيد؟ بتستفزني يا نعيمه، بتستفزني. ده جزات كامله دايره تلف في البيوت عشان تاكلك انت وعيالك. تاكلي مين يا حبيبتي؟ لا اصحي روحك يا كاميليا. تاكلي مين يا بيت؟ انت ناسي ان انا هنا راجل بيت. راجل؟ راجل ايه بلا خيبه؟ ده انت بتشتغل يوم وتبطل 10. امسكم بالخير. اهلا يا ابو حميد، ازيك يا شاب؟ وانا بتشال صغير عم شاب. والله وحط واحد جيش يا ابو حميد. انت بتطلب ليه؟ ويا مين اللي هشوفك خطط خطط يا ابو حميد؟ سمير بيهزر معاك. احنا اللي هم لا مؤاخذة لا مؤاخذة عايشين بالديلة، يا ما خدنا ما تشكيلة. النقرة اللي نقرة النقرة اللي نقرة لتحضيرة. هتسمعي أجمل صوت في الدنيا، مطربة فرنساوية اسمها إيديت دياف، اسمعي عنها؟ أنا معرفش فرنساوي أصلا. مش مهم تكوني تعرفي فرنساوي، المهم تحسي بجمال الصوت. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, merci de faire un triomphe à la délégation égyptienne qui nous fait honneur ce soir au festival de Marrakech. Hanan. غادي نرحبوا بضيوفنا النجوم السينما المصرية وسط أحبابهم نجوم السينما المغربية. وغادي نبداو بالسيد أبو علي حسن أحمد. أبو علي كامل حسن أحمد. السيد خالد أبو النجا.
السيد باسم سمرة. السيد رفيق السبان. السيد فوزي العوامري. السيد نور الشريف. السيد ممدوح الليثي. السيدة غادة إبراهيم. السيد أحمد بدير. السيد خالد الصاوي. السيد أسامة فوزي. السيدة إيناس دغيدي. السيدة منى زكي. السيد تامر حبيب. السيد وحيد حامد. السيد مروان حامد. السيد سعيد حامد. السيد سيف عبد الرحمن. السيد عزت العليلي. السيد أحمد حلمي.
الجديد هاني جرجس فوزي. السيد أحمد راتب. السيد عبد العزيز مخيون. السيد خالد النبوي. السيد عادل محمد عوض. السيدة يسرى. السيد مصطفى محرم. السيدة هند صبري. المخرج سيد سعيد. السيد خالد صالح. السيدة بوسي. السيدة إلهام شاهين. السيدة انتصار. السيد عباس أبو الحسن. السيد محمد عادل إمام. السيد سامح سليم. عفوا سامح. السيد هاني فوزي. السيدة عايدة رياض.
السيدة لبلبة. وصلنا نهاية اللائحة مع ضيوفنا الكرام، شرفتوا بلدكم الثاني بلد المغرب، مرحبا بكم. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, pour remettre l'hommage de ces 100 ans de cinéma égyptien, j'appelle sur scène le ministre marocain de la Communication. السيد وزير الاتصال خليد النصري فليتفضل مشكور. J'invite également le président de la délégation égyptienne à recevoir le prix. Fadlo. Remis des mains du ministre de la Communication marocain. Messieurs les photographes. Bravo, je vous en prie, avancez sur le devant de la scène pour messieurs les photographes. Magnifique délégation qui nous fait le plaisir, et on peut les applaudir, d'être là ce soir parmi nous. Merci, messieurs, je vous en prie, nous vous gardons avec nous encore un petit peu. Fadlo hena, barakallah fik. Merci. قبل مشاهدة فيلم هذه الليلة اللي كيحمل عنوان عمارة يعقوبيان، غادي نستدعيو أعزائي أحد كبار نقاد سينمائيين وأستاذ في تاريخ السينما، الأستاذ كمال رمزي.